عشان نعمل الكشري المصري عندنا رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، عدس اسود منقوع في ميه سخنه، بصل متقطع شرايح رفيعه جدا، ملح وسكر، زيت، مكرونه كشري او المكرونه اللي هي بيسموها المرمريه الصغيره دي، الاكبر منها هي المفروض، الاصغر من دي او دي برضو بتتعمل في المحلات مفيش مشكله. عندي كمان اسباجيتي، ودي الحاله الوحيده اللي بكسر فيها الاسباجيتي، في العادي انا بعملها زي ما هي. وكمان عندي شعريه، الشعريه الوحيده اللي متحمصه، اما المكرونه فبيضه زي ما هي. للزينه عندنا حمص مسلوق، وللصوص عندنا طماطم مبشوره وثوم وزيت وخل وشطه وعصير طماطم وسكر وملح وفلفل وكمون. للدقه عندنا ثوم مفروم وملح وفلفل وكمون وزيت ذره وميه وخل. طبعا كل الزيت اللي هنستخدمه في كل الوصفه هو الزيت بتاع تحمير البصل، هنا في بصل، هنا في رشه ملح، هنا في زيت كتير مش قليل، وهنزل البصل عشان يتحمر جواه. ادي اول خطوه. الخطوه الثانيه، الحله فيها ميه سخنه هملحها، وهنزل المكرونه، النوعين الاسباجيتي، كميه من البصل الورده المتحمر جاهز عشان بس ما اعطلش الشغل، هاخده هنا وهاخد شويه من الزيت بتاع تحمير البصل هنا برضو اهو، وهرجع البصل ده يتحمر زي ما هو بالظبط. تمام، هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هنزل العدس، ده عدس بجبه او العدس البني او العدس الاسود، العدس بتاع الكشري، مش هديله ملح في الاول، بحط له ميه سخنه مع البصل مع زيت البصل، بحط له فلفل اسود قليل قوي مش كتير، وبحط له نقطه كمون برضو قليل، انا مش عايزه حاجه يبقى طعمها زي ما احنا بنسميها بالمصري كده زاعق، يعني طعمها جامد او باين او واضح، لا مش عايزه كده خالص. شغاله كويس الحمد لله. هقلب هنا المكرونه الاسباجيتي مع المكرونه الاساور. تمام، لسه لازم اخد نص تسويه من العدس في الميه مع البصل والزيت بتاع البصل، وبعد كده ابتدي انزل الرز. في الوقت ده هبتدي اشغل هنا عشان ابتدي اعمل الصلصه الحمراء. برضو في المحلات في مصر هتلاقوا مع التقديم الحمص والبصل الوردة عيش محمص، العيش ده بيكون عيش شامي، العيش الأبيض، العيش اللبناني، وبيتقطع مكعبات وبيتقلي في الزيت وبيطلع ياخد ملح وفلفل ويتصفى من الزيت بتاعه، وبيتقدم برضو مع الكشري إذا انتوا حابين. تمام، هاخد أنا الدقة هنا، وزي ما اتفقنا احنا الزيت بتاع البصل هو اللي ماشي معانا في كل المراحل، فباخد منه معلقة هنا ومعلقة هنا عشان ما اجيبهاش تاني، وارجع دي هنا تتحمر عادي زي ما هي، وهنا دي بتتسلق زي ما هي برضو اهو، ابتدي تنزل ميتها ونكهتها جوه المية. كويس جدا، هقوم واخده هنا بقى في الزيت، هنا النار دي شغالة، النار دي لسه مش شغالة، هنا في معلقة الزيت بتاع تحمير البصل، هقوم منزلة الثوم، رشة الكمون بسيطة جدا جدا، ملح، رشة فلفل اسود برضو بسيطة جدا جدا، و عايزه الثوم يتحمر من غير ما يغير لونه، يعني مش عايزاه ذهبي، مش عايزاه بني، مش عايزة، لا يا دوبك يتحمر كده بسيط جدا، عشان كده انا مش مسخنه النار قوي ومش مسخنه الكاسرول من قبلها، تشويحه كده محترمه ولكن مش زايده عن اللزوم. بدات اشم ريحه الثوم، بدات الاقي كده في حراره وسمع صوت كده وشم ريحه حلوه، اقوم نازله
طافية الكلام ده بالخل الأبيض، شوية مية صغيرين، وأسيبها تغلي غلوتين على النار. أبص هنا إيه الأخبار، العدس هنا أخد الغلوتين بتوعه مع الكمون، المية السخنة، الزيت بتاع البصل، والبصل اللي أصلا اتحمر وردة. أعمل إيه في المرحلة دي؟ أقوم جايبة الرز المصري المغسول والمنقوع والمتصفي. تقدروا تعملوا نفس كمية الرز عدس، ضعف كمية العدس رز، كل واحد حسب ذوقه. وده بنسميه في مصر كشري الحلة الواحدة. قلبت كويس قوي، وزعت العدس على الرز، هسيبه يغلي غلوتين عشان اقول لكم بعدها هنعمل ايه. لو انتوا شايفين هنا هتلاقوا ان البصل بدا يتحمر في المرحله دي، يعني الاولانيه انا رايحه جايه براحتي ومش حامله هم حاجه. لا، في المرحله دي بقى ابتدي اركز. ليه؟ لان فرق بسيط جدا ما بين انه ياخد اللون وما بين انه يبتدي يتحروق ويمرر ويبوظ لي الدنيا. فعيني عليه بقى طالما بدا يلون. اللون خطير، الريحة خطيرة، وتخلوا بالكم اني هطلعه افتح سنة من ما انا عايزاه، لانه اول ما احطه على المناديل واسيبه هيبتدي يغمق حاجة بسيطة. شايفين المية اختفت دخلت جواه. دي المرحلة اللي هقوم منزلة فيها الشعرية اللي انا محمصاها في معلقة زيت، والزيت دوت برضو من زيت قلي البصل. خدت معلقة منه وشوحت الايه؟ الشعريه. قلب بقى الشعريه جوه الرز بعد ما ميته اتشربت. معلومات مهمه نركز فيها، وطي النار خالص، انقلي الكشري على نار هاديه، اديني مع كوبايه واحده بس من الميه وما تكونش ظاهره على الوش بتاع الحله، تكون زي ما انتوا شايفين دلوقتي اهو كده داخله جوه الرز مش ظاهره على وشه. ده المقدار المظبوط. قفل، سيبها على نار هاديه لحد ما نطلع فاصل ونرجع. ووطيت عليه وهرجع تاني اغطيه، ويبقى عندنا الرز بالشعريه بال اسمه ايه؟ بالعدس. جهزوا. طيب عندي هنا المكرونه شلناها زي ما قلت لكم صفيناها، بنعمل ايه بقى؟ بديها معلقه زيت، رشه ملح، رشه فلفل، يبقى كمان الايه؟ المكرونه جاهزه، البصل الورده جاهز، والحمص جاهز، الدقه البيضة جاهزه. هنعمل دلوقتي الدقه الحمراء. هنا في زيت من تحمير البصل، ادي الثوم، ادي الملح، الفلفل، الكمون كله قليل قليل يا جماعة، الشطة حسب الرغبة طبعا. تقليبة الاول للثوم زي ما عملنا في الدقة البيضة، يدوبك اشم ريحته. اقوم نازلة عليه بالطماطم المبشورة بدون القشر بتاعها، معلقة سكر صغيرة، خل ابيض، شويه عصير طماطم فريش، شويه عايزه كتير اصلي عشان عايزه اقدم شويه بيه واحط شويه على الجنب، وشويه من صلصه الطماطم، واقلب واغليهم غلوتين واقدمهم.